صاحب المعصية أنه ذليل، وصاحب المعصية إنسان دائما يواجه شيء كبير جدا من الضيق ومن الضنك، مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. والله يا أحبة، ما مر علي في مراكز الهيئات شاب سألته وهو في مقبوض في قضية وقلت له: كيف تجد نفسك؟ هل تتلذذ بالمعصية؟ يقول: والله أنها لذة ساعة وساعتين، ثم تبقى حسرة والله يوم يومين ثلاثة وأسبوع حسب حياة القلب. في ناس لا، في ناس قلبه أصلا منتهي، قلبه مغلف، ما عنده استقبال، ما عنده استشعار، كما قال الله سبحانه وتعالى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوزي. كيف؟ كالكوزي مجخية، مثل الكاس، قلبت الكاس بالشكل هذا وصبيته، ينفع؟ ما ينفع. لا ينكر منكر ولا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، خلاص ما فيه، ما يستقبل لا وصالب ولا والب. هذا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة أصبحت المعصية عنده والطاعة سواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من هذه المرحلة. ثم أقول أيها الأحبة ويا شبابنا، المعاكسات بلي فيها كثير من شبابنا، بل لا يخلو شاب من معاكسة عن طريق الإنترنت، عن طريق الواتساب، عن طريق البيبي، عن طريق قبل نقول يمكن عن طريق الماسنجر والماسنجر ومن هالقبيل. تجد كل شاب له علاقة بواحدة اثنتين ثلاثة أربعة. وأقول أيها الأحبة، نقطة ضعها في بالك وضعها في مخيلتك أيها الشاب، قلبك ما زال غض وطري، إن عبيته من هالأمور هذه ترى صعبة مستقبلا أن تزيل. بعض الشباب وش عنده نظرية؟ يقول لك: أنا أتعرف على بنت وبنبسط أنا وياها، أنا عمري 17 18 19 20 21، أتعرفني على بنت وجلس أنا وياها سنة سنتين ثلاث أربع، ثم لا جاء وقت الزواج خلاص تركته. يحسبه مثل الطبون هذا أو المفيش أنه أوف، لا لا وربي لن تستطيع أن تتخلص من هذا الأمر بتاتا. وكم من القضايا العالقة في مراكز الهيئات لأناس أعمارهم 50 و55 و60 سنة، بل والله أيها الأحبة قبضنا على شاب، على رجل يبلغ من العمر 64 سنة في مركز السوق معه فتاة عمرها 24 سنة. كم الفارق إخوان؟ كم الفارق؟ 40 سنة. يوم هي تمهد وهو عمره 40 سنة، يوم هي تمهد هي وهو عمره 40 سنة. لكن يا أحباب، لما سألنا عن هذا الشايب بعدين سألت عنه من بعيد البعيد، قالوا: من قديم الزمان والرجل كان مشتهر عنه بس ما كنا نرى عليه شيء. تسمعون بعض الأحيان الآن تقولون: والله فلان هذا الرجل هذا ترى الرجال هذا راعي بزلان، ولا هذا الرجال راعي بنات، ولا هذا الرجال راعي شراب، ولا الرجال هذا راعي حبوب. مستتر هو، مستتر، لكن لما يقولون راعي بنات ما هو باين لنا، لأنه مو راح يجر له بنت وشيلها قدامه ويتفنن ويتفاخر، لما فيها فخر، ويعلم هو أن ما فيها فخر، لكن تعلق قلبه من الصغر على هذا الأمر، فبدأ بالنظرة، نزل للنخيل مع أهله وبدأ يجلب عيونه، بالمرة ذي النحيفة، بالمرة ذي السمينة، وبالبنت اللي متكحلة، ولما تجي لما تسلم عليها تقول: يا شاب غض طرفك عن النظر. يقولك: يا أخي هذولي أكرمكم الله إن صحة العبارة، يطرح عبارات يقول مثلا: هذه بنت مثلا منتهية، أو عبارة أشد منها يقولها، ما يهمك أنت، اترك البنت المنتهية، انظر قلبك أنت، لا تغرق قلبك في مثل هذه الأمور. فأقول: ذلك الرجل اللي قبض عمره 64 سنة، رجل ثاني كذلك قبضناه في رمضان في عام 1425، رجل كبير في السن عمره قرابة 70، وصاحبه بالستينات تقريبا، قبضوا أكرمكم الله عند أحد المومسات، عند جرارة من الجرارات، يا أخوان 70 سنة، والله الذي لا إله غيره، أنه الأخوان ماسكينه بيديه شايلينه يعني يهادونه، كانت هذه جدك الآن 70 سنة،
وكان في قرية من القرى بعيدة عنا حول قرابة يعني مسافة يعني قصر، فسألت عنه مركز الهيئة اللي هناك، فقالوا هذا الرجل من يومه شاب وعليه الاستفهام لكن ما قدروا نمسك عليه شيء، ولذلك تعلق قلبه بهذا الأمر، أن أصبح إنسان لا يستطيع أن يخرج هذا الأمر من قلبه. وأنا أقول يا شباب ليست المعاكسات أف كما يتصور كثير من الشباب، لا كبرت بعقل، لا كبرت بترك، هتزوجت لا بنت الحلال لما تتزوجها الشيطان لن يجملها في عينك لأنك صاحب معاكسات في السابق.